جديد صباحكم خير مشاهدينا الأكارم. طبعا لتاني فقرة معنا لليوم خصصناها للحديث عن الشعر وأهمية هذا الشعر في نقل صورة الواقع، وربما يحمل في بعض كلماته صورة في المستقبل قد تعكس ما كان يحدث في الماضي أيضا، أي هي رسالة من جيل إلى جيل. تفاصيل أكثر راح نحكيها مع شاعرنا الموجود معنا هنا في الاستديو الأستاذ غياث جوني. أهلا وسهلا فيك ويسعد أهلا صباحك. كل وسهلا خير بكم. أستاذ غياث، يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك أستاذ. يعني بالبداية لو تخبرنا عن بدايتك مع الشعر. تعود بدايتي مع الشعر إلى المرحلة الثانوية من دراستي. ظهر ميلي إلى الشعر منذ تلك الفترة لسبب لا أحدده ولا أستطيع تحديده، إنما ما أذكره أنني تتلمذت على يد أساتذة كبار في اللغة، وكنت عندما أسمعهم يقرؤون قصائد الشعر الجاهلي بأغراضه المتعددة كنت أطرب وأشعر بأنني قادر على الكتابة. فبدأت كتاباتي منذ تلك الفترة في السبعينيات من القرن الماضي، إنما لم أكتب ما قلت، لم أدون لأسباب ما تتعلق بحياتي وطبيعة العيش. بدأت أشعر بضرورة أن أكتب وأدون ما أبوح به بعد استشهاد ولدي في معارك الشرف والدفاع عن الوطن. الله يرحم، الله يرحم، الله يرحم الشهداء أجمعين. كمان خلينا نحكي بالماضي أستاذ غياث. يعني لعل في الماضي يعني ربما خيط أو بداية موهبة للمستقبل. هلأ الشعر يقال أن الشعر هو كتابة وإلقاء وجودة في الكلمات وجودة في الإلقاء كي تكون المعادلة مكتملة. نعم. إمتى بدأت بالإحساس بأنك قادر على صياغة كلمات ربما تعكس الواقع، ربما هي من الخيال لكن خيال قد يكون يوما ما واقعا، وقادر على إلقائها بطريقة تجذب السامع؟ عندي القدرة على تصوير الواقع وبشكل نثري قبل أن أبدأ بالشعر. لدي القدرة، ولدي القدرة أيضا على صياغة الجمل المعبرة. كنت مع أصدقائي، كان أصدقائي يقولون يا أستاذ أنت شاعر، يا أستاذ أنت شاعر، صغ ما تكتبه نثرا بشكل شعري. فبدأت أكتب القصيدة العمودي، وكانت قصيدتي الأولى بتموز عام 18 و2000. فكتبت قصيدة أصلح تفين النفس، وعندما أنتجت وعندما كتبتها أقنعتني وأقنعت الغير. طيب أستاذ، حابين نسمع شيء من شعرك، شو بتختار لنا؟ هذه القصيدة التي هي الولادة الأولى للشعر العمودي عندي. أصلح دفين النفس. أصلح دفين النفس. بده زمن ليتم إصلاح دفين النفس. طبعا هذه القصيدة تتضمن عدة أفكار. الفكرة الأولى: لا تشرق النفس إلا بصفاء العقل، والنفس التي تمسها النار يجب وإن ذابت يجب أن تذوب لتحكي قصة الكرم. هذه هي الفكرة الرئيسية من هذه القصيدة، بالإضافة إلى أفكار أخرى تتناول علاقة الإنسان مع الطبيعة وعلاقة الإنسان مع الإنسان وكيف يجب أن تكون. هي قصيدة منظومة على البحر السريع. تفضل.
يا نفس، يا نفس قد أشرقت حين صفى فيك الحجى وازدان بالحكم. هذه بئار فيك مترعة فاضت من الأتراح بالألم، حتى نثرت الطيب أكمله هديا لوأد الغل والنقم. أكرم بنفس مسها لهب ذابت لتحكي قصة الكرم. فالنفس لا تشفى إذا سقمت أو صابها مس من اللمم، إلا إذا أنضت بوائقها وزينت بالبذل والشيم. لولا الندى لا تحيا وارفة، والجذر لولا الأخذ لم يقم. زهو الربا في منح عاشقها كل الجنى من رزقها الحرم، والعاشق الملتاع يبهجه أن الجنى فيض من النعم. روحان في أجلى معاهدة كالعهد بين الأرض والديم، لولاه لم تزهر خمائلنا والوبل لم يهطل ولم ندم. قد ساءت الأقدار في زمن واستهزأ الإنسان بالقيم، صار الذي في السفح مخبأه يهجو الذي قد ساد في القمم. والباقر المدرار وأسفي لم يحظك المستهتر الوخم، والباقر المدرار وأسفي لم يحظك المستهتر الوخم. أطلق، أطلق طيور الحب مفعمة تشدو بألوان من النغم، إن زفها بوح إلى أذن زال الذي في السمع من صمم. أصلح دفين النفس من وحر تنجو المنى من وطأة العدم، واكسب هوى من ليس يألفك تفنى الأنا في حفرة الرجل. سلم هتم، سلم هتم. هلأ أستاذ، يعني هلأ لو حكينا بين الماضي والحاضر، يعني عم نسمع هلأ الكلمات في الشعر الحديث إن صح التعبير، عم تكون الكلمات بسيطة، لا تستخدم كلمات تحتاج إلى شرح مفردات كما كنا نسمع بالشعر القديم، وأيضا النثر، وحضرتك تكتب نثر؟ لا. لا تكتب نثر؟ لا أبدا. ليش؟ لا أكتب نثرا، أجد ضالتي في العمودة. أجد ضالتي في العمودة، بالشعر العمودي أقرأ لزملائي النثر، النثر أقرأ لزملائي لتطرح علي، يطرح علي نص شعري نثري فأقرأه بصراحة، قد أسر وقد لا أسر. نعم. أجد ضالتي بالشعر العمودي، ولا أحب تسطيح اللغة العربية، تسطيحها لا أحب، إلا أن تغوص في القاموس لتجد بعض الشروحات عن كلمة، معنى كلمة مرت في قصيدتي. أصلح دفين النفس من وحر، قال لي البعض ما معنى الوحر، فقلت له الغل والحقد، الغل والحقد. يعني أنت تستقصد كتابة كلمات تحتاج إلى البحث عن المعاني؟ نعم، لسبب هذا القاموس، هذا القاموس يجب أن لا يهمل، وذواق الشعر، وذواق الشعر يلجأ إليه، لأنك عندما تقرأ قصيدة إن صادفت مفردة لم تعرف معناها تؤشر تحتها وتلجأ إلى القاموس، تجد متعة أكثر، تجد متعة أكثر. تماما القاموس بوصلة القارئ. صحيح. القاموس بوصلة القارئ. القارئ ليس بمعنى القارئ العابر، القارئ المتدبر الذي يقصد فهم القصيدة، فهم فكرتها ومدلولها.
طيب. أستاذة خلينا نحكي شوي عن البيئة المحيطة، يعني حضرتك من شوي سمعتنا شعر كان بيحاكي البيئة، كان بيحاكي الواقع، بيحاكي الإنسان. قديش هو تأثير البيئة على الشاعر بنقل الواقع خلينا نقول، وبالوجدانيات اللي عم بتكون موجودة ضمن الكلمات ممكن يكون تأثيرها كبير؟ نعم، البيئة يا سيدتي تستطيع أن تؤثر في طباع ومزاج الإنسان، الجغرافيا، فكيف لا تستطيع تأثير ببوحه، بمكنونات نفسه؟ كيف لا تستطيع أن تلون شعره بلونها؟ نعم نعم، الطبيعة لها تأثير قوي على الشعر، ولا يمكن للشاعر أن يكون بعيدا عن طبيعته، عن جغرافيته، عن تأثيراتها المناخية النفسية الجمالية، لا يمكن، لا يمكن. على سبيل المثال، أنا ابن بيئة ساحلية وارفة الظلال، لا تجدين في قصائدي لفظة صحراوية. صحيح، لا تجدين لفظة صحراوية. شعر وإن مرت هذه اللفظة في البعض تكون استثناء، ولكن معظم قصائدي طبيعة، بيئة، بهذا المعنى. طيب هلأ خليني أسألك عن الشخص الناجح أستاذ غياس بأي مجال معين، وخليني أخصص للحديث عن الشعر. برأيك ما هو مواصفات الشاعر الناجح حاليا في هذا الزمن الذي نعيشه؟ الشاعر الناجح، الإنسان الناجح، العامل الناجح، الموظف الناجح، من كان يقظ الضمير، من كان يقظ الضمير شديد الحساسية للواقع الذي يعيش به، يتألم لألمه ويفرح لفرحه. الناجح من يضع نصب عينيه هدفا وتكون السبل إلى هذا الهدف نبيلة، نبل هذا الهدف، نبل هذا الهدف. فالإنسان الناجح هو من يعرف ماذا يريد، ماذا يريد، وأن تكون عنده الإرادة الفاعلة هي الأقوى، نحو الإرادة الفاعلة بالمعنى الإيجابي، أن تكون هي الأقوى، وأن تحركه هذه الإرادة، أن تحرك هذا الإنسان، أن تحركه حركة لولبية تصاعدية إلى أجواء عطرة، يشعر في تلك الأجواء أنه حقق ما يريد. تمام. طيب هلا اليوم نحن كثير بنسمع قصائد، او حتى لما اللي بنفتح على مواقع التواصل الاجتماعي بنشوف ناس ممكن عم تكتب قصائد وهيك، يمكن بعدنا شوي عن القصيدة القديمة يلي كل العالم بتحبها، يلي هي فعلا بتكون منظومة بطريقة حلوة وصحيحة وحتى كلماتها بتكون معبرة أكثر. يمكن بعدتنا شوي وسائل التواصل الاجتماعي عن الكتاب، أو خلينا نقول عن الورق. قديش بتحس الشعر ممكن يفرق لما اللي بيكون مكتوب على النت من لما اللي بيكون مثلا موجود ضمن كتاب؟ عندما أشعر بالبرد ألجأ إلى الكتاب، عندما أشعر بالظمأ ألجأ إلى الكتاب، عندما أشعر بأنني ينبغي علي أن أسر، أن أتمتع، ألجأ إلى القراءة في الكتاب. فلا وساطة ولا وسيط بيني وبين الكتاب. الكتاب هو النبع الحقيقي للثقافة والمعرفة. وسائل التواصل الاجتماعي أساءت إلى الكتاب، أساءت إلى الكتاب، أنا بتقديري وبقناعتي أساءت إلى الكتاب وجعلته حزينا في المكاتب وفي المكتبات. بالنسبة لي أنا يوميا علي أن أصافح
كتبي أسلم عليها، أقبلها وأستأذنها بالدخول بين ورقاتها لأنال ضالتي. حلو كتير. سمعنا شيء؟ فينا نسمع شيء؟ نعم يا ريت. نعم. والله كله عمودي مثل ما أخبرت. نعم اختياراتك. اختياري طبعا طبعا أنا ابن مشقيتة، ومشقيتة هذه القرية هذه القرية الممتدة الجذور إلى الفينيقيين والآراميين، واسمه مشقيتة يعني باللغة الفينيقية الأرض المروية، الأرض المروية أو أرض السواقي. فأقول لها في ضيافتكم، في ضيافة أغاريت هذا الاسم العريق، أقول لها: لله درك مشقيتة فكم رويت من دم ولدك ساحات وفيحاء، أنت الوفية والإيثار رايتك، مر الزمان وأنت الدهر زهراء، شمس الحمية من دنياك مشرقها بالفكر قد سطعت والفكر إحياء، وكل ساقية من روضك انبسقت قد قدمت بطلا للمجد إهداء، مشقيت طوبى حباك الله معتقدا أن الشهادة في الأوطان علياء. سلم هتم. تفضل أستاذ غياث من اختياراتك. ما شاء الله في قصائد كثير. نعم. يا ريمو نهجك من وحي. أبدأ قصائدي بالتشبب وبذكر النساء كسكر، أقدمها للقارئ وأسخر هذه المقدمة لغرضي في القصيدة. يا ريمو إن الجوى في اللب يحرقه كالنار توقد في غاب من الحطب، واللهت قلبي وذات الخفق خضرها مدرار عشق هما من قلبك الوجب، فصرت قيثارة أرنين تحضنني إن داعبت وترا أشجى من الطرب، وصرت قافية في نبض ممتهن يهوى القوافي مفطور على الأدب، ما زال قلبه في أفيائك بائجا فلم يحد لحظة عنها ولم يغب، يا لائمي في الهوى والشيب كللني، دع ما ترى ثم اسأل خافقي يجب، غزتني أمي بترياق ملونة في الأصل وجد، وأما الشكل للحلب صار الغرام دما في روحي دفقته، ولا حياة بغير الدم والعصب، فكان ما كان من صب يسامره فيض الصبابة للمحبوب في الحجوب، حتى الخمائل غمتنا ببردتها حين العناق تقي من وشي مرتقب، يقطر الحب من نفسي مكارمها كالريح تستقطر الأمواه من سحبي، 60 من تعب ذللت شدتها أبدي الحياة لمسلوب ومكتئب، مضى الشباب وذخر الأمس واجده بدرة دفنت من صفوة النجب، أعاقر الحزن ما قحطان في خلدي ذكرى جنت عطرها أنفاس منتحب، يا ريمو نهجك من وحي ورايتك صرف الهوى لحما عزت بمنتسبي، يبارك الله دينا كان أوله حب الشآم ودفع الضيم والنوب، ثم الهيام بمن أهداك مهجته بيضاء هطلاء في إحسانها كنبي، لا يقعد الدهر عزمي أو تفتته صوارم
من مآسي العيش والكرب، ولا ينال الونا من نفس غايته ما دمت في النفس كالبيضاء للرحم. سلم هتم. أستاذ غياس، خلينا نحكي قريبين من الواقع، كون الشعر قريب من الواقع، تأثير البيئة المحيطة على الشاعر، على الشاعر تحديدا، يعني المعوقات، برأيك ما هو وضع الشاعر حاليا في مجتمعنا؟ مدعوم، غير مدعوم، رأي المجتمع فيه، أين هو، أين وزارة الثقافة من، يعني هاي خليني أحكي نعم واقعيا. نعم نعم أستاذي الفاضل، الحقيقة من معوقات العمل أي عمل كان هو عدم الرعاية، عدم الرعاية. هل أنا بالنسبة لإلي والله ما وجدت إلا اهتماما من مديرية الثقافة في اللاذقية، وقد قدمت لنا المنبر مرات وبتشجيع منها. يعني أنا بالنسبة للرعاية هو المطلوب أكثر، دائما المطلوب أكثر، احتضان المفكرين، احتضار الشعراء الذين يرفضون الجيش العربي السوري بالحرف المقاوم الباقي كالخلود. المطلوب الاحتضان أكثر. شوف كيف أستاذي. فطبعا يجب أن تكون المراكز الثقافية أنشط وأهيب بالمراكز الثقافية عندما تقيم مهرجانا شعريا أن تشكل في البدء لجان أو لجنة لاختيار النصوص التي يجب أن تلقى على منبر هذا المركز أو ذاك. أشاهد أحيانا أن البعض، وأحترمهم يعني في النهاية، يضع على صدره بطاقة الشاعر، ولكن عندما يستلم المايك أو يصعد إلى المنبر أتمنى أن لا أسمع، أتمنى أن لا أسمع. مين كتب له هيدي الورقة وعلق له عياها على صدره؟ هي ظاهرة أصبحت مألوفة هذه الأيام بظاهرة الملتقيات الأدبية. هي ليست بس لنحكي ما نحكر على الشعر، ما نحكر على الشعر، يعني هي موجودة وين ما كان بصراحة، بس كونه حضرتك شاعر عم نحكي بموضوع الشعر. نسمع كتير مؤلف مخرج، يعني بنسمع كتير، بس لهيك عم نخصص هلا الحديث عن الشعر. نعم. من يسمي نفسه شاعرا ومن يسميه الغير شاعرا؟ والله ما قلت عن نفسي شاعر، أنا ما زلت طفلا يحبو على سجادة الشعر وينظر بإجلال واحترام إلى قامات الشعر. والله ما سميت نفسي شاعرا، وأخجل عندما أقدم بأحد الملتقيات بالشاعر، أخجل تماما. ولكن من يسمع ما كتبت يقول فلان شاعر، هذا أتكلم عن نفسي، أما لا يحق لي أن أسمي نفسي شاعر إلا إذا كنت أمتلك مقومات الشعر. حلو كتير هيدا التواضع والاحترام للكلمة أستاذ غياس، بس نحن لسه في عنا شغف لأنه نسمع أكثر من شعرك إذا بتسمعنا شيء. تكرمي، بدي سمعي قصيدة غزلية. معظم ما أتكلم به يتحدث عن نفسي عن نفسي، ويكون المرء صادقا أو الكاتب أو الشاعر صادقا عندما يتحدث مصادقا صادقا مع نفسه. صحيح. الحب هلا قد تجدين لقصائدي عناوين طويلة شوي، ولكن أختار دائما العنوان من القصيدة. تمام. الحب برء من ونا، الحب برء من ضعف. للشمس في الإشراق هذا الوجه أم، للبدر قد ضاء الدنا في ليل آب، للنور نم الصبح عنه والضحى، أم للثريا شعشعت والسهد طاب،
الورد للخدين أهدى لونه، والأخضر السحري في العينين ذاب، والقد بان ماس إن هبت صبا، أو أسكر الأعطاف ناي أو رباب. يا عطرها الفواح، يا عطرها الفواح، إني قارئ فقه الهوى مذ كنت في عمر الشباب. لم يمض يوم من ربيعي كله إلا وذقت الشهد يفديه الرضا، حتى علاني الشيب يحكي قصتي مع أدهر طوعتها رغم العذاب. آثرت عن خمر لما أن أرعوي، عمري مضى والجرح أدمى بل أذاب. ما عاد للأفنان جزعي حاملا، قد جف فيه النسغ واشتاق التراب، والزهر في حقلي يباس بعدما غابت خيوط الشمس، غابت خيوط الشمس عنه في الهباب. لما لذات الحسن غنى خافقي، والنهد للهوى بقلبي قد أهاب، كالطير ألقى منعل غصن الرجا للمركب الحيران في قلب العباب. آمنت أن الحب برء من ونا، فالغيث يحيي إن جرى يسقي الياباب. والشيب لا يقضي بألا أرتوي من منهل راح الصبا فيه الشراب. قد جاء في التنزيل آي محكم، ما ناج صب ربه إلا أجاب. يا ربي صن تلك التي في مهجتي، فالهام من تحنانها تعلو السحاب. حلو، يسلم هالتم، يسلم هالتم، يسلم هالتم. هلا موضوع اختيار الفكره خلينا نحكي فيه، يمكن ما اعطينا حقه. اختيار الفكره من البيت المعين، من الشعر المعين، كيف يتم اختياره من قبل غياس؟ انا يعني تعذبني قصيدتي منذ، وعذرا للتشبيه، كما يعذب الجنين امه من بدء تشكله إلى بدء ولادته. تشكل الجنين يبدأ برغبة الزوجين الكريمين بالإنجاب، إذن وجود الفكرة، ويبدأ وتستمر رحلة، أو يستمر عذاب الأم بجنينها وهو في بطنها يتغذى، واستعدادا لقصفه إلى الوجود كائنا مباركا. فقصيدتي تعذبني بهذا المعنى. الفكرة علي أن أختار، أبحث عن الفكرة بضوء السراج، أبحث عن الفكرة، أحاول قدر الإمكان أن لا تكون الفكرة مطروقة. فإن كانت الفكرة مطروقة أشعر بأنني ما جئت بشيء جديد، ومن يسمع هذه الفكرة المطروقة لا يلجأ إلى الأصل ويسمعها منه. فالفكرة أختارها جيدا، أبحث عنها، أفكر بها، وبعد أن تتبلور الفكرة في ذهني أبحث عن زيها، عن لباسها. أي بحر من بحور الشعر يجب، أي بردة عربية يجب أن ألبس هذه الفكرة. هل ألبسها بردة الطويلة أم الخفيفة أم الهزج أم البسيط؟ حلو. فأختار لهذه الفكرة البحر الذي يناسبها، يناسب فيض مشاعري أمام هذه الفكرة. فتولد القصيدة بعد عناء، وبعد عناء معها. حلو كتير. طب هلا خلينا نسمع شيء عن الطبيعة بقصائدك، كونه أنت ابن مشقيتة، هيدي الضيعة اللي كلاتنا بنحبها وبنحب جمالها. والله أنا لم أتطرق إلى وصف الطبيعة في القرية، ولكنني في بداية كتبت عن مشقيتة
أنا أحببتها كثيرا، لأن زواربها أكلت من قدمي. وكتبت إني عشقتك والستون كاهنتي، والعشق في كنف الستين إقبال، إني فديتك إيمانا بواحدة، الحب تضحية والبذل أفعال، أنت البداية والتاريخ يطربني، ما شقيت أهلك في قلبي وما زالوا. فيك الطفولة والخلان أذكرهم، تحدون للرتب العلياء آمال، وللبيادر في أعماقنا صور سمراء باقية تحكي وتختال، المرج يسحبه ثوران في عجل، والقمح تجمعه الجدات والآل، جب التسار وهل ما زال يخطرنا، كان الحياة ومنه الروح والمال، جب التسار وقد أسقى بمكرمة أمواهه إدت والبئر أطلال، كل الظباء على أطرافه اجتمعت ترنو الفهود ولا يرضيها إغفال، بنت الطبيعة بنت الطبيعة الفرسان تحرسك، قحطان ابنك والباقون أبطال. أنت العشيقة، أنت العشيقة في سري وفي علني، والأم تحضنني والعم والخال. حلو كتير، يعطيك العافية. الله يعافيك. يعطيك ألف عافية أستاذ غياث، يعني بنشكرك جزيل الشكر على تلبيتك دعوتنا لليوم، نشكرك جزيل الشكر على هالكلمات وعلى هيدا الإلقاء، وأكيد بنتمنى بقادم الأيام يكون مثل ما لما سألناك عن الدعم يكون أكثر وأكثر، إن شاء الله يا رب يوصل لطموح أي شاعر في الساحل السوري وفي سوريا. شكرا جزيلا لإلك ولكلماتك. أشكركم، أشكر قناة أغاريت، أشكر هذه القناة التي لها باع طويل في إحياء اللغة، في إحياء اللغة، في متابعة في المتابعة والاهتمام بكل البرامج الثقافية. أحييكم وأتمنى لهذا الوطن النصر المؤزر، إن شاء الله يا رب. ولا شك بأن النصر قادم. شكرا. إن شاء الله يا رب. شكرا لك.